Bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum et bienvenue sur ma chaîne YouTube Al Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Ahlan wa sahlan bikum. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le pronom interrogatif arabe limadha. Pourquoi? لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت فرح اليوم؟ لماذا أنت فرحة اليوم؟ لماذا أنت حزين؟ لماذا أنت حزينة؟ لماذا تساند هذا الفريق؟ لماذا تساندين هذا الفريق؟ لماذا غضبت أمس؟ لماذا غضبت أمس؟ لماذا لا تأتي معنا إلى المسرح؟ لماذا لا تأتين معنا إلى المسرح؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرسين اللغة العربية؟